كما هو معلوم بمناسبة مقابلة نصف النهائي ذهب من كأس الكونفدرالية الإفريقية اللي كانت جمعة اتحاد العاصمة الجزائري بنادي نهضة بركان، كما كتعرفوا تم حجز الأقمصة ديال نادي نهضة بركان من قبل السلطات الجزائرية بعد تدخل الكاف قضت لجنة بين الأندية على الاتحادية الجزائرية بتسليم الأقمصة لنادي نهضة بركان. استأنفت الاتحادية الجزائرية هذا القرار، أصدرت اللجنة القضائية قرارا بتأييد قرار تسليم الأقمصة ورفض الاستئناف مقدم من قبل الاتحادية الجزائرية. ما وقع هو أن الاتحادية الجزائرية رفضت تسليم الأقمصة وعمد رئيس الاتحادية الجزائرية والاتحادية الجزائرية إلى تزوير أقمصة نادي نهضة بركان من خلال تصنيع وصنع أقمصة جديدة تتضمن الهوية البصرية لاسم نادي نهضة بركان دون خريطة المملكة المغربية ودون الاسم والعلامة التجارية الحقيقية والصحيحة لشركة الألبسة المغربية. كما هو معلوم العلامة التجارية هي علامة تجارية مسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والفكرية، وهي علامة تجارية مغربية المنشأ مشهورة، وهناك اتفاقية دولية هي اتفاقية باريس، وكذا منظمة التجارة العالمية ومنظمة المنظمة العالمية للملكية الفكرية والتجارية هي كتحمي العلامة التجارية بين الدول أعضاء الاتحاد في اتفاقية باريس. فوجهنا انذارا للاتحادية الجزائرية تنقولوا لها على انك ارتكبت واحد الفعل جرمي اللي هو التزوير ديال العلامة التجارية والتزوير ديال القميص ديال نهضة بركان، وطلبناها بصفة فورية انها تلف تلك الأقمصة وتسلم الأقمصة الصحيحة والحقيقية لنادي نهضة بركان. الآن احنا بصدد تقديم شكاية إلى لجنة الأخلاقيات بالفيفا ضد رئيس الاتحادية الجزائرية وضد الاتحادية الجزائرية على اعتبار أن حجز أقمصة ديال نادي نهضة بركان هو كان بغرض سياسي ولا يتعلق بما هو رياضي، وتم إقحام ما هو رياضي فيما هو سياسي، وفوت على الشركة فرصة تسويق المنتجات ديالها في الأراضي الجزائرية وفي صدد تقديم شكاية إلى لجنة الأخلاقيات بالفيفا، وإن شاء الله نوافيكم بالمآل ديال الشكاية اللي غنتقدموها. بالنسبة للإنذار تم الجواب عليه؟ لا، الإنذار توصلت به الاتحادية الجزائرية عن طريق البريد الإلكتروني ولم يتم الجواب على الإنذار، ولكن حنا نتوفر على كامل وسائل الإثبات اللي كتثبت تزوير وإقدام السلطات الجزائرية والاتحادية الجزائرية على تزوير القميص خاص بنادي نهضة بركان. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.